أهلا بكم إلى الحدث المصري. والحدث المصري الآن في هذا الجزء هو في ضيافة وزارة الآثار. هذه الوزارة هي زي ما بنقول كده في الشارع المصري حامية التاريخ المصري، مش المصري فقط، أحيانا زي المتحف الإسلامي كان يقول التاريخ المصري والتاريخ العربي والتاريخ الإسلامي، لأن في متاحف بتحوي قطع أثرية لا تخص مصر فقط وإنما تخص العالم، تاريخ إنساني بشكل كبير. في أسئلة كتيرة جدا على هذه في هذه الوزارة وفي بيت هذه الوزارة، بتبدأ كده من رحلة الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار إلى أمريكا وعودته من هناك، وبالتالي ماذا فعل مع القطع الأثرية التي تباع على المواقع الإلكترونية؟ هل هناك اتفاقات تم توقيعها مع الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالحفاظ على أثرنا أو طريقة خروج هذه الأثار إلى أمريكا مثلا؟ فيما يتعلق أيضا بترميم المتحف الإسلامي، الوجع اللي احنا كلنا شفناه وتابعناه، إلى أين وصلت الأمور؟ إيه ماذا عن خطة تأمين بقية المتاحف؟ هل هو مع تخزين الأثار المهمة حتى يمكن أن نكون قادرين بقى على حمايتها زي ما طرح بعض الأساتذة وبعض الناس؟ كيف ستدعمنا اليونسكو؟ ماذا عن الاعتداءات على الأراضي اللي فيها آثار مدفونة؟ ماذا عن قدرة الوزارة المالية؟ هل فعلا هي مديونة للدولة؟ من أين تتأتى مصادرها؟ متى ينجز مشروع المتحف الكبير؟ لأنه ده حلم كبير وبننتظره بشكل كبير جدا في الحالة المصرية. ماذا عن القطع المسروقة من متحف ملاوي؟ كم عدد القطع المسروقة وعدد القطع اللي استرجعناها؟ عاوزين نعرف كشف حساب، يعني أسئلة كتيرة جدا.